خلال الكارثة اللي عم نمرق فيها حالياً، العاطفة أكيد عم تسيطر علينا بشكل كامل تقريباً، يعني كلنا خايفين على حياتنا وحياة الناس اللي منحبهم. هذا غير أكيد أنه الحزن متملك قلوبنا على هالبلد يلي ما عم تلحق ترتاح للأسف من كثر الوجع. تماماً، هلأ كنا عم نقول يعني للأسف بالله شو صرنا نقول الله يجيرنا من اللي جاي وإن شاء الله بكرة يكون أحلى من اللي راح. هذا الشيء موضوع طبيعي، في أشخاص لكن للأسف عم يستغلوا هالموضوع ويتلاعبوا بالناس عاطفياً من خلال نشر شائعات عم تخلينا بحالة قلق مستمر ما عم يتوقف تأثيرها أبداً، وهذا الموضوع له أثار سلبية على حياتنا اليومية. لهيك اليوم رح نحكي عن موضوع الابتزاز العاطفي بين الأسباب والنتائج مع الاختصاصية بعلم النفس الدكتورة نور الحسن، وكيف ممكن نطلع من حالة الضحية واستجرار المشاعر. صباح الخير، أهلا وسهلا فيكي. صباح النور ويعطيكم ألف عافية، الحمد لله على السلامة مرة تانية لكل الأشخاص اللي بحلب بلادية بحما بكل المناطق حتى بدمشق. أهلا وسهلا فيك. يعني إن شاء الله ما بقى منشوف هيك شيء، ولكن يعني دكتورة بهاي الظروف في ناس تستغل هي الأوضاع، هي الظروف، هي الحالات الاستثنائية لحتى يمكن تبتز الناس عاطفياً. خلينا بداية نوضح شو هو مفهوم الابتزاز العاطفي بشكل عام. الابتزاز العاطفي هو شكل من أشكال التلاعب النفسي بالأشخاص الآخرين اللي هنا في إلنا علاقة معهم. هدول الأشخاص هنون بتربطنا فيهم علاقة معينة، ممكن يكون صديق، ممكن يكون زوج، ممكن يكونوا أهل. هيدي العلاقة بتخلي الشخص الآخر أو الطرف الآخر يبتزنا عاطفياً لنلبي رغباته ونلبي طموحاته ونغير من سلوكياتنا بما يتناسب مع أفكاره، بما يتناسب مع السلوكيات اللي هو بحب نكون فيها. هو شكل من أشكال التلاعب النفسي اللي بيعتمد على نوع بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال التلاعب، بيكون عن طريق العقاب، عن طريق التهديد، عن طريق المراوغة، عن طريق المعاناة، إنه نحنا بدك تكوني مثل ما أنا عم كون وأنا عم أقدم كل شيء. فهيدي الأساليب اللي عم يستخدمها الطرف الآخر اللي هو مبتز عاطفيا مع الضحية، بيكون غالبا بيعرف نقاط ضعفه وغالبا بيعرف نقاط القوة عنده، فبيحاول يستغل نقطة الضعف ليخلي هذا الطرف مثل ما بده بكل سلوكياته ومشاعره. تماما، يعني قبل ما انا ابتز حدا عاطفيا لازم اضمن انه هذا الشخص بكن لي عواطف نوعا ما او بيحتاج مني لعواطف. طبعا. فانا بحرمه من هالعواطف مقابل يعطيني اللي بدي اياه، قد يكون ماديا، قد يكون معنويا، قد يكون تنفيذ مهام معينه. صحيح. ليش بيوصل الانسان ليوقع بشباك خليني أقول المبتز عاطفياً؟ بيقع غالباً الإنسان بشباك المبتز عاطفياً لأنه نحن ناس عاطفيين، يعني بشكل عام الإنسان هو عاطفي أو الشخص بيكون عاطفي جداً بحاجة للمشاعر، وغالباً هيدي المشاعر غير مشبعة لما كان طفل. يعني نحن لما بنشوف أنه ابننا قدامنا ما كتير منعبر عن حبنا لإله، ما كتير منعبر عن عاطفتنا لإله، ما كتير منحسسه قديش هو مهم بحياتنا. مجرد ما كبر هذا الطفل وصار مراهق، صار شاب بهي المرحلة أو صار صبية، بتلاقي أي شخص أو أي كلمة بتجي من طرف آخر بتلاقيها كتير كبيرة. فهون ببلش الطرف الثاني هو مثل الأرض العطشانة، الأرض العطشانة وأخذت مي وارتوت بهذا المجال. الشخص الآخر اللي هو مبتز أو هو مرتكب اللي عم مرتكب الفعل أو اللي هو عم يبتز الأشخاص الآخرين أو الضحية، خلينا نقول هو غالبا بيكون من النوع من النمط الشخصية النرجسية أو نمط الشخصية الحدية اللي هنا بيكونوا عندهم دائما الأنا ومن بعد الطوفان، أو أنا اللي هو بيشوف حاله دائماً أنه هو الأعلى، هو الأفضل، هو اللي لازم يكون محور الكون اللي لازم الكل يكون عنده بهذا المجال مثل ما بده. فبتكون هيدا الضحية غالباً مع هيدا الشخصية اللي بتقبل بقى تفوت معه بالمجال اللي هو بده إياه، بالدائرة اللي هو بده إياها، بكل النقاط اللي هو بحاجتها، إن كان استغلال عاطفي، مادي، جنسي، أو حتى تنفيذ سلوكيات اللي هو بيرغب فيها. تماماً، يعني شفنا يمكن بالفترة الأخيرة وتحديداً خلينا نقول بكارثة الزلزال اللي حصلت. صحيح. في أشخاص بيحبوا أنه يركبوا الموجة ويمشوا بهذا الموضوع ويصيروا يسوقوا خلينا نقول لشائعات أو لأخبار غير صحيحة وملفقة. هل هدول يندرجوا خلينا نقول تحت الابتزاز العاطفي كونه هنن
عم يلعبوا بمشاعر الناس، عم يخليهم يخافوا يقلقوا. فينا نقول كمان هدول الاشخاص انهم عم يستخدموا هي الوسيله كابتزاز عاطفي للاشخاص؟ تمام 100%، وخاصه انه وسائل التواصل الاجتماعي عم يتم استخدامها بطريقه غير صحيحه، يعني هي سلاح ذو حدين مثل ما بنعرف، بس عم يتم دائما استخدامها باي كارثه باي مجال بطريقه بتشييع بتهييج الاشخاص الاخرين بطريقه سلبيه، ما عم بيكون في اي نوع من المنطق، ما عم بيكون في اي نوع من المصداقيه مع الاشخاص الاخرين، فبالتالي هن عم يستغلوا الشعور الجمعي عند الناس، يعني نحن باللا شعور الجمعي بنلاقي انه خلص نزلت العالم كلياتنا بننزل، سمعنا خبر كلياتنا بنصدق، لانه نحن بحاجه انه وهن عم يشتغلوا على مجال العاطفه، خافوا على اولادكم، ديروا بالكم على اولادكم، اولادكم، حياتكم، الشيء انه الامان لكم تطلعوا، الامان لانه في زلازل، هذا الموضوع عم يستغلوه من 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 ناحيه ضعف بالنسبه له، هن انا مو انا الابن الضعيف او هو الضحيه، انا اللي عم كون الضحية لأنه أنا نقطة ضعفي هو ابني، فهو أنا بدي أحمي ابني، فأنا عم بسمع لهيدا الشائعات، فبتلاقيني أنا صار في عندي نوع من القلق، صار في عندي نوع من التوتر، فبطلع أو بمشي بالمجال اللي هنا عم يحكوا فيه إنه نطلع برات بيوتنا أو نمشي بالطرقات أو نترك المكان، وهذا مجال صار ترك مجال للسرقة ببعض أماكن، وترك مجال لمشاكل عم بتصير بالمنطقة. لذلك لما بيكون في نوع من الحوار والنقاش مع هدول الأشخاص، ومثل ما تفضلتي بالبداية إنه الزلزال هو شيء علمياً ما حدا بيقدر يعرف إيمت ممكن يكون، يعني الحيوانات هي قبل فترة بسيطة هو إنهم بيحسوا بهذا المجال، فنحن عم نحكي عن عالم فلك ولا كرة أرضية ولا مجرة، فهي علمياً موجودة بس هي ما بنحدد ولا بنقدر نحدد لا مكان ولا زمان لهذا الموضوع. الكل أكد هذا الموضوع، وشفنا لما نفوا إنه تجي هزة أرضية جديدة فوق الستة على مقياس ريختر اجت 6.4، ولما قالوا إنه لا بكرة حتصير كمان ما صارت طبعا. فما عم نقدر نتنبأ للأسف. طيب أنا واقع ضحية ابتزاز عاطفي، أنا زوجتي عم تبتزني عاطفيا، أو أنا زوجة كمان بالعكس حياتي كلها مقولبة بإيد زوجي هو نافذتي إلى الحياة، هيك كتير سيدات بيراسلونا على صفحة صباح الخير بيقولولنا، فأنا حاجتي العاطفية بمجتمعنا الشرقي ما فيني أخذها غير من هالإنسان اللي اسمه زوجي، وأنا بحاجة عواطف هو ما عم يعطيني إياها إلا لما أكون أنا مثل الألف ماشية كالصراط المستقيم على حسب مزاجه وعقله، وغالباً هو شخصيته حدية مثل ما قلتي. ما الحل؟ دائماً التعامل مع الشخصية الحدية والنرجسية بيكون عن طريق التجاهل، او لما نحن هو بيكون معتمد انه شايف انه هذا الشخص هو خاتم باصبعتي وهو بيقدر ما بيقدر يعيش بدوني وما بيقدر يتصرف وما بيقدر ياخذ اي قرار بدون ما يلجأ لي، فهون بيشعر بالقوه. لما يشعر للحظه او يشعر الطرف الاخر للحظه انه هو ما انه مهم، فهون بتبلش الحرب بين الطرفين. لما يشعر انه هيدي الامراه قويه وقادره تاخذ قرار لحالها وقادره تعيش ومستمره حياتها، هون ببلش الدمار للشخصيه النرجسيه يلي هي عم تبتز الطرف الاخر عاطفيا. فنحن اول شغله نقول لا، نتعلم نقول لا، لانه نحن دائما بنقول ايه وما في مشكله، حتى لو كانت على حساب صحتنا، حتى لو كانت على حساب وقتنا، يمكن ما عندي وقت بس انا مضطره اقول ايه لانه اذا ما عملت هيك مديري ممكن يفصلني من الشغل، وممكن زوجي يحرمني من شيء معين، وممكن زوجتي ما بقى تطبخ بالبيت، ممكن تعمل اي شيء مشاكل، فانا لحتى اتجاوز هاي المشاكل فانا دائما عم اقول ايه. لازم اقول لازم نتعلم نقول لا بالمواقف. طيب ولما بدها تقول لا خليني نكثف على موضوع نفسه، لانه اكثر الابتزاز العاطفي انا عم شوفه بين الزوجين صراحه. صحيح. او بين الخطيبين او بين الشريكين. طيب انا لما بدي اقول لا واجينا نقول لا في نتائج، في عواقب. صحيح. وقد تكون تصل الى الطلاق 100%. لهيك لما انا بدي اكون قايله لا بدي اعرف تماما هيدي النتائج بعد هذا الكلام، متوقع العواقب، متوقع العواقب، عارفانه شو ممكن يصير وقديش انا قادره اني اتحمل هذا الموضوع. لهيك دائما الشخص النرجسي بيحاول يخلي الضحيه اللي قدامه متخليه عن كل المحيط اللي حواليها، كل شيء نطاق اجتماعي حواليها بحاول يخليها تتخلى عنه لحتى تبقى ضعيفه، كل شيء نطاق عمل او شغل بحاول يخليها عازله عن العالم لحتى فعلا هو
هو يكون محور الكون. فهي هون بهي المرحلة فعلا ما راح تقدر تقول لا لهذا الشخص، لأنه هي فعلا ما بتقدر لحالها وحيدة. لهيك نحن دائما نقول إنه لا، خلي عنا المحيط الاجتماعي، خلي عنا الاستقلال المادي، خلي عنا شغلنا حياتنا، لنقدر نحن وقتنا ناخذ هذا القرار ونكون مهيئين فعلا ناخذ هذا القرار، ناخذه بكل قوة بكل شجاعة، لأنه عارفانين شو نتيجة النهاية. ونشرح للشخص انه لا ليش، لانه مو دائما انت مثل ما بدك، مو دائما هذا الشخص لما نحن حتى بنناديه باسمه ما بقى بننادي اسم الدلع تبعه، هو بحس انه في شيء غلط، في شيء جدي. شلون هيدا عم تقدر تقلي مثلا اسمي ما عم تقدر تقول اسم الدلع اللي هي موجود، معناتها في مشكله. نبره الصوت بتلعب دور بهذا الموضوع كلياته، لما نحن بنشتغل عليه بس نكون نحن من جوا مهيئين انه نحن نكون قادرين نعمل هذا الشيء. وغالبا الشخص اللي هو العاطفي، يلي عنده عاطفة كتير أو عنده إنسانية كتير، عنده دائما تعامل بهذا المجال بروحانيات بعاطفة، بيتعاطف مع الآخرين بشكل صح، هو اللي بيقع ضحية تجاه الشخص النرجسي والشخصية الحدية. بس هو كمان بنفس الوقت لأنه بيقدر يحافظ على المحيط، فبيقدر يمسك خيطان اللعبة وهو عم بيمشيه وبيقدر يطلع منه، لهيك هو بيقدر يدمر هذا الشخصية بهذه الطريقة. يعني احنا اليوم عم نحكي على شخص خلينا نقول هو مبتز عاطفيا، هو خلينا نقول تحت رحمة هي العواطف ممكن لفترة زمنية تكون طويلة كتير. قديش بدها قوة وإصرار، وخلينا نقول الواحد عن جد يكون شخصيته قوية وعنده ثقة بنفسه لحتى يقدر يطلع من هي الحالة. بدقيقة دكتورة نور، شو هي الآثار السلبية خلينا نقول على المدى البعيد للابتزاز العاطفي بعد خلينا نقول الخروج من هي الحالة؟ بعد الخروج من حالة الابتزاز العاطفي نحن طلعنا منها، رح نكون نحن بمرحلة أصلاً مدمرين نفسياً، يعني فقدان الثقة بالذات رح يكون موجود، رح يكون في عنا فقدان للبيئة الداعمة والمحيطة اللي موجودة حوالينا، فقدان للشغف، فقدان إحساس بتأنيب الضمير ولوم الذات بشكل واضح إنه أنا كنت السبب بالشيء اللي صار معه، لأنه هو بيخليك تشعري بهذا الموضوع. بس أنا لما كمان بلوم حاله الشخص، طبعاً هو بيوصل الشخصية النرجسية، بيوصل ضحية تلوم حاله إنه أنا اللي خليته يكون بهذا المجال، لأنه هو بيلعب دور أنه أنا المظلوم، فأنت سبب بهذا الموضوع وكل شيء عم بيصير فيني بسببك. فهو هذا الشيء اللي بيصير عنده. فأنا لما بدي أخذ أخلص من هذه العلاقة رح يكون في عندي تأنيب ضمير، بس خلينا نفكر بالكاسة بنص الملان، خلينا نفكر بطريقة إيجابية، خلينا نفكر بشكل منطقي بعيدا عن الإيجابية، أنه نحن ما كنا سبب بهذا الموضوع، هو اللي عطانا كل السلبيات، هو اللي عم يقطعني عن كتير أشياء موجودة بحياتي، داعم بحياتي حاول يخسرني اياها لحتى اكون ضمن هذا المحور، ضمن هذا المطربان اللي مسكر علي وبس، بدون ما يخليني اطلع وشوف الحياه. فهون انا بدي اشتغل على تاكيد الذات، اشتغل على ثقتي بحالي، اشتغل على التمكيني بكل المجالات المهنيه والمعرفيه لحتى يكون لي شخصيتي، ودائما اطلع على النقاط الايجابيه ونقاط القوه اللي عندي اللي هو دائما بيحاول يكسرها وبيحاول اي انجاز تعملي يهدمه كانه ما صار. صح، على طول هذا الشخص اللي يقوم بفعل الابتزاز العاطفي بيورجي الضحية تبعه انه انت ما بتسوى، انت بس انا بعيوني انت بتسوى، انت فاشل بالحياة بس ليك انا بدي اصنعك ناجح. صحيح، فدير بالك شيل ايدي عنا. صحيح، والا بحرمك من كل شيء. على فكرة بعض الامهات كمان يبتزوا اولادهم عاطفيا. انا ما بحبك، إيه؟ انت ما بتحبني لانك ما عملت هيك 100%. إيه؟ يعني وهذا تمام، وهذا النمط من الاهالي هو كثير بيصنع شخصيات اطفالهم بالحياه الاجتماعيه فيما بعد لما يكبروا ليكونوا اشخاص ضحايا لمدراءهم، شخصيتهم ضعيفه وهالشيء. تمام. يعني ما ضل غير نتشكرك كثير للمعلومات اللي شاركتينا فيها، ونتمنى الصحه النفسيه لكل الناس نحن بحاجتها هالايام. شكرا لوجودك. شكرا لكم، يعطيكم الف عافيه.